مدة شهر في الأردن واختاروا الذهاب إلى مصر. نعم. مصر التسجيل فيها رغم البيروقراطية اللي احنا بنعرفها بالنسبة للإخوان في مصر، إلا أنه المستثمر العربي والمستثمر حتى الأردني أصبح يتوجه لمصر لسهولة التسجيل وللمعاملة الحسنة اللي بيلقاها من الموظف المصري، اللي بيلقاها من الدوائر المصرية، من يعني ابتداء من وصوله في المطار إلى تسجيل شركته إلى إعفاءاته إلى يعني التسهيلات المقدمة إلى من قبل الحكومة المصرية ومن قبل الجهات الاستثمارية في مصر. بيستقطبوا حتى في داخل يعني سواء كان استثمارك في الصحراء أو في الصناعة أو في الزراعة أو في حتى في التجارة. يعني تلقى تسهيلات أكثر مما عندنا في الأردن للأسف الشديد. يعني أنا بعجز الآن حتى لما بجيب مستثمرين سواء من دول الخليج من السعودية من الإخوان العرب بفضلوا أنهم يروحوا يعني حتى بيطلبوا مني أن لا توجه إلى مصر أو إلى قبرص. طيب الآن نتحدث فقط عن مثالين، يعني أنت أعطيتنا مثال قبرص أعطيتنا مثال مصر. يعني أتشعر أنه نحن الآن يعني أصبحنا في عالم لوحدنا نعيش في، نشعر يعني نتحدث عن الاستثمار نتحدث عن جلب الاستثمارات، ولكن كل ما هو على أرض الواقع هو بعكس ما يحدث، بعكس يعني طموحنا وطموح جلالة سيدنا. للأسف الشديد جلالة سيدنا الله يطول عمره بيسعى جاهدا وبيلف العالم وبيقنع في المستثمرين وبيجتمع مع شركات وصناعيين ورأسماليين كبار كثير وبيقنعهم على الحضور إلى الأردن، لكن للأسف الشديد المسؤولين عنا ما بيطبقوا توجيهات وتعليمات جلالته بحيث أنهم يشجعوا المستثمر العربي أو الأجنبي للحضور إلى الأردن بسبب المعوقات. وأحيانا كما أبلغني بعض المستثمرين أنه أحيانا بعض المسؤولين أو بعض الموظفين بطالب بحصة في هذا المشروع أو في تلك الشركة، وهذا شيء منافي. كمان في شغل مهم جدا أن هل أخي فواز هل تعتقد بأنه هذه الممارسة هي أحد يعني معيقات الاستثمار في الأردن بصراحة نحكي؟ طبعا طبعا، أنت لأن أنا كمستثمر لما بروح على دولة وأشوف أنه يتم يعني مشاركتي أو يتم التدخل في عملي وفي رأس مالي اللي أنا جايب وأستثمره في هذا البلد من قبل شخص يعني بس عشان يمشي لي معاملة أو عشان يوافقني على مشروع معين وأنا قانوني 100%، طبعا راح أهرب من هذا البلد وأروح أستثمر في بلد آخر ألاقي فيه ترحيب أكثر. طيب أخي فضل في نقطة مهمة كمان، يعني برضو الاستقرار التشريعات القانونية. أنا كمستثمر لما بروح على أي بلد بدي أشوف أول شيء بالنسبة للقوانين سواء قانون المالكين والمستأجرين، قانون ضريبة الدخل، قانون الشركات، كل القوانين اللي بتحكم عملي في ذلك البلد قبل ما أني أحط أي مبلغ في ذلك البلد أنا بدي أستثمر. فإذا إحنا عندنا مشكلة إنه عندنا كل فترة بسيطة بيتم عندنا إدخال تعليمات جديدة، إدخال أنظمة جديدة على القوانين، فما فيش عندنا استقرار في التشريعات وفي الأنظمة. طيب بآخر ثواني إذا سمحت، ماذا تقول للحكومة الآن؟ ما هي رسالتك؟ والله هي كلمة بسيطة جدا وكلمة يعني من القلب كمواطن أردني أسعى لخدمة بلدي. بس للمسؤول الأردني يفهم ويطبق توجيهات جلالة الملك بحذافيرها، والله لنكون أحسن من قبرص ونكون يعني جنة في الشرق الأوسط. نعم. ولكن اللي عماله بيحصل عكس ما بطلبه جلالة سيدنا. هذه آخر كلمة بقولها للمسؤول الأردني، رجاء بس افهموا توجهات جلالته، افهموا شو اللي بيحكيه، شو اللي بيطلبوا من المسؤولين من الوزراء من وزراء الدوائر وطبقوها. ليش العالم تهرب من الأردن؟ أشكرك أخي فواز، شكرا على فواز طقان، شكرا على هذا التواصل معنا وعلى المعلومات القيمة، أشكركم. شكرا جزيلا يا سيدي، وأتمنى لكم التوفيق والتوفيق دائما لبلدنا وبقيادة جلالة سيدنا. الله يطول عمره ويحفظه. آمين آمين، شكرا لك. شكرا. أيضا